الله الرحمن الرحيم، استكمالا لما أطلقناه سابقا من مناشدات متكررة بخصوص نقص المستلزمات الطبية في مجمع ناصر الطبي، نود أن نعلم الجميع من مؤسسات دولية وأممية بأننا بتنا على أعتاب توقف أقسام العمليات في مجمع ناصر الطبي، إضافة إلى توقف حتى الغيارات الجراحية داخل الأقسام. للأسف نفذنا تماما من الكثير من المستلزمات الطبية مثل القفازات الجراحية وفوط البطن والمرايل الجراحية والشاش إلى آخره.